مساء الخير واهلا بكم بحلقه جديده من بوكس تو بوكس. احداث كتيره جدا النهارده، مش عارف ابدا بايه ولا بايه، لكن خلينا نبدا بحدث كره القدم او الحادث الاخير وفوز النادي الاهلي على المصري 2-0. وعايز اقول ان هي لما بتفتح بتفتح كده، يعني هي بتقفل ما تفهمش ليه وبتفتح برضه ما تفهمش ليه. يعني اداء النهارده الاهلي ما يديكش انطباع ان النتيجه 2-0. ما بقولش ان الاهلي لعب وحش، لا، لعيبه الاهلي كان في لعيبه عندها طموح جوه الملعب، لكن برضه المصري ما كانش افضل حاجه. المصري لعب الاهلي على انه الاهلي الاسم الكبير وانها مباراه صعبه، ولو لعب الاهلي على انه مش الاهلي، وده دايما بقول ان اسم النادي بيأثر جدا جدا على المنافس. النهارده المصري عمل للاهلي حساب اكتر من اللازم. الاهلي كسب 2-0 بينالتي وجول في اخر دقيقتين جابه حسام حسن من تمريره حلوه لمحمد هاني، الحقيقه عملها له يعني ثرو باص كده، جاب بقى الجول الثاني من انفراد كامل. فوز مهم للنادي الاهلي معنوي، بس برضه ضاغط على الزمالك. خد بالك الزمالك عنده 4 ماتشات باين، محتاج 6 نقاط، محتاج يكسب 2 ماتشات من الـ4. لكن الاهلي طول ما هو بيكسب وبيراميدز بيكسب، هو ضغط على الزمالك وضغط على فكرة المنافسة لغاية آخر أسبوعين على الأقل. يعني الزمالك إذا كسب الماتشين ورا بعض أوكي، لكن في 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 الماتش النهاردة بعض اللقطات اللي محتاجة كلام وجدل تحكيمي كالعادة في المباريات. لكن أنا بص، أنا يعني أنا معايا على التليفون كابتن توفيق السيد حكمنا السابق الكبير يعني، لكن خلوني الأول قبل ما أروح لكابتن توفيق، المشهد الاعتراض اللي بيظهر قاسي جدا على الشاشات من الاجهزه الفنيه ومن اللاعبين بتاعه الفرق المنافسه لما يتلغي لها جون، او يبقى عايزين بينالتي ما يتحسبش، او يبقى لهم قرار على كيفهم عايزينه ما يتحسبش، او الحكم ما يحسبوش. انا عايز يا جماعه بعد كده نجيب حكام كل فريق يجيب الحكم بتاعه. يعني اذا كان التحكيم ما بقاش يرضي الناس بشكل عام، انا بتكلم اهلي وزمالك ومصري واتحاد واسماعيلي وكل الناس، اذا كانت الناس مش مبسوطه وعايزه قرارات الحكام حسب اهوائها وكيفها مش حسب العداله وحسب الحق وحسب الكلام ده، خلاص. لكن المشهد ده مش عايزين نشوفه، يعني هات حكم يا عم يحسب لك الكره جول. نتفق مع لجنه الحكام كل نادي يجيب الحكم بتاعه معاه، زي ما بيجيب بتاع اوضه اللبس، وزي ما بيجيب بتاع المدرب المساعد، وزي ما بيجيب المدير الفني، وبيجيب اللعيب، ويجيب كل الناس، يجيب معاه حكم يحكم له الماتش زي ما هو عايز. انما المشاهد دي يا جماعه المفترض خلاص بقى ما بقتش موجوده في الدنيا كلها. المشاهد اللي بنشوفها دي ما بقتش موجوده في الدنيا كلها، وممكن على فكره تكون عامل مجهود كبير جدا والناس تقدره وتخسر المباراه، لكن الناس تطلع تقدر مجهودك كفريق. انا بقول الكلام ده للمصري وجهازه الفني بقياده مدرب كبير زي الكابتن حسام حسن، هو نموذج بالنسبه لنا، والنموذج ده يعني قدوه، والقدوه يعني تعني ان هو كل تصرف ليه محسوب. احنا عايزين نشوف حسام حسن في اصعب موقف ليه متماسك ومتمسك بقوانين ولوائح كره القدم، عشان اي مدرب يعمل موقف سيء نقول له حتى حسام حسن يا راجل شوف الراجل ملتزم ازاي. المفترض كده، لكن انا شفت ناس عماله تجري وخناقات وعايزين يروحوا يمسكوا في المساعد، والحكم الرابع يشد، ومعرفش الجهاز الاداري يشد، وده يعمل ايه المشهد ده؟ ايه المشهد ده يا جماعه؟